عمرك جربت تتفرج على ماتش من غير تعليق قبل كده؟ مساء الفل. عمرك سألت نفسك هو احنا ليه محتاجين حد يعلق على المباريات؟ يعني فكر فيها كده، ما الماتش شغال، ليه يبقى في حد وظيفته انه يحكي لي اللي انا شايفه قدامي؟ تخيل نفسك بتتفرج على فيلم في السينما مثلا، وفي واحد قاعد جنبك بيعلق لك على كل حاجه بتحصل. ليه بنعتبر ده في السينما قمه السخافه والغتاته، بينما في الكوره بنعتبره جزء لا يتجزأ من متعه الفرجه؟ السبب بسيط، الحكايه اللي بيقدمها المعلق. في السينما في حكايه بتتحكي قدامك بالفعل، انما في الكوره الوضع مختلف. 22 لعيب واثنين مدربين، ملعب كبير وكرة واحدة، دي عناصر صعب تنتج حكاية متماسكة لها بداية وتطور ونهاية. لو اتفرجت على ماتش كرة بدون تعليق هيبقى قدامك مجموعة من الأحداث المتتالية، مجرد أحداث مش شرط تكون مرتبطة ببعضها عشان تكون حكاية، مجرد داتا، معلومات صماء. فلان مرر الكرة من هنا لهنا، فعلان خدها وراوغ ترتان، ففلان قطع الكرة ومررها من هنا لهنا، وهكذا. مفيش حد بيقولك هو ليه ده بيحصل، ازاي بيحصل. وفي بدايات الكوره كمان كان الوضع اصعب طبعا. اول ما الناس اتفرجت على كوره اتفرجت عليها في الاستادات بدون تعليق، كان في وقتها معلن لاحداث المباراه او اناونسر، بيكتفي بانه يعرفك الاحداث الرئيسيه زي الفرقه الفلانيه جابت جول، عمل التغيير، اسماء اللعيبه قبل الماتش. ومباراه ارسنال وشيفيلد في يناير 1927 كانت اول مباراه تذاع بتعليق حقيقي مستمر طول 90 دقيقة على الراديو، ده كان عبر البي بي سي طبعا، ومعلق البي بي سي وقتها كان جورج أليسون. وعشان الناس تفهم اللي بيقوله في الراديو، كان جورنال الراديو تايمز بينشر رسم بيوضح ملعب الكورة متقسم لمربعات، وكل مربع له رقم. وأليسون وهو بيعلق كان بيقول للمشاهدين الكرة دلوقتي في أي مربع من الملعب عشان يقدروا يتخيلوا اللي بيحصل. ولما حصل الكساد الاقتصادي العظيم في الثلاثينات، بدأ رؤساء الأندية يلاحظوا إن إذاعة المباريات في الراديو بقت بتأثر على حضور الجمهور في المباريات، لدرجة إن الدوري الإنجليزي أو الفوتبول ليج زي ما كان اسمه وقتها ابتدى يمنع إذاعة مبارياته من الثلاثينات لحد بعد الحرب العالمية الثانية. وكان المنطقي بعدها بقى انه لما يتم اختراع التلفزيونات ان وظيفه المعلق تختفي، ببساطه لان السبب في وجودها اختفى. ساعتها كانت الناس تقدر تشوف المباريات وتعرف الكره في اي مربع دلوقتي من غير ما حد يقول لها، لكن ده ما حصلش. بالعكس، المعلق اكتسب اهميه كبرى مع الزمن بالنسبه للجمهور. وعلماء السيكولوجي بقى بيفسروا القصه دي باننا كبشر بنحب الحكايات. الحكايات هي اللي بتساعدنا نفسر كل حاجه حوالينا بتحصل ازاي وليه. احنا محتاجين نربط كل حاجه بتحصل حوالينا بحكايات تفسرها. في دراسه اتعملت سنه 1944 في جامعه سميث الامريكيه، فريتز هايدر وماريان سيمل جابوا 34 طالب من الجامعه وفرجوهم على فيديو قصير فيه مثلثين ودايره بيتحركوا بشكل عشوائي على شاشه، وفي مستطيل كبير ثابت على جنب واحد من الشاشه. ولما سالوهم عن اللي شافوه في الفيديو، 33 طالب من ال 34 قالوا او تخيلوا إن المثلثين والدايرة والمستطيل دول بيعبروا عن أشخاص، وإن حركتهم دي بتحكي حكاية حصلت. قالوا حاجات زي إنه واضح إن الدايرة كانت قلقانة، وإن المثلث الصغير ما كانش عارف يعمل إيه، والمثلث الكبير كان غضبان، حاجات زي كده. طالب واحد بس من الـ 34 طالب هو اللي قال لهم إن كل اللي أنا شفته كان مجرد أشكال هندسية بتتحرك على الشاشة بلا معنى. هي دي بقى وظيفة المعلق الحقيقي. صحيح التحركات والأشكال في الملعب بيبقى ليها معنى في كتير من الأحيان، لكن سواء ليها أو ملهاش، هو فهمها أو مش فهمها، فوظيفته إن ياخد الأشكال والمعلومات الصماء دي وينسجها في قصة، يعمل منها سردية، فيلم. ليه؟ ببساطة لأنك أنت عايز كده. طب ليه أنت عايز كده؟ سببين. أولاً، عشان الحكايات بتسهل عليك إنك تفتكر الأحداث اللي بتحصل قدامك. جينيفر أكر بروفيسور التسويق في جامعة ستانفورد الأمريكية بتقول إن الناس بتفتكر المعلومات ب 22 مرة أكتر لما تكون في صورة حكاية عن لما تكون في صورة معلومات صماء. ثانياً بقى، عشان كل مباراة فيها جانب كبير جداً إحنا ما نعرفش عنه حاجة، وما نقدرش نعرف عنه حاجة، ومش المفروض نكون عارفين عنه حاجة، لا إحنا ولا المعلق، لكن الحكاية اللي بيحكيها بتساعدنا نتخيل الجانب ده. فيقول لك مثلا، اصل المدرب بينه الشتين نزل ضرب اللعيبه بالشلاليط في اوضه اللبس عشان كده الاداء اتحسن في الشوط. شايف الاثنين اللعيبه اللي بيتوشوشوا دول؟ ده بيقول له حطها له على الشمال، ده بيقول له خش موه انت وانا اللي هشوف، ده بيغيظه بيقول له ايه رايك في البينالتي اللي لبسته لك من شويه. الحكايات بتحفز الخيال، وده السبب الرئيسي لجاذبيتها، انها بتخليك تعتقد انك عارف حاجه انت مش عارفها، وكاننا بنالف اسطوره واحنا بنتفرج على الماتش نتفق عليها كلنا عشان نوهم نفسنا ان احنا فهمنا كل حاجه حصلت. السؤال المنطقي هنا بقى، طب وانت محروق ليه يا اسطى؟
ما تسيبه يالف اسطوره. احنا مبسوطين يا اخي، بدل ما اقول لك انا ليه محروق، خلينا نفكر في الموضوع بشكل مختلف شويه. وخليني اسالك سؤال، ايه اللي كان هيحصل لو ما كانش فيه معلقين؟ لو كانت الوظيفه دي مش موجوده اصلا، انا اقول لك هتختفي طبقه كبيره جدا من المعلومات المغلوطه اللي كلنا اتربينا عليها، طبقه من المعرفه الزائفه اللي بتحسسنا ان احنا فاهمين بينما العكس هو صحيح. احنا مش فاهمين، ولا المعلق فاهم، ولا احنا ولا هو مطلوب مننا ان احنا نبقى بنفهم الحاجه وهي لسه بتحصل. لو تفتكر في حلقه الحظ كنا اتكلمنا عن مغالطه السرديه اللي اتكلم عنها نسيم نيكولاس طالب، اللي هي المغالطه اللي بتحصل لما نبالغ في تقدير ذكائنا وقدراتنا، بالتالي بنتخيل ان احنا قادرين نفسر حاجه بتحصل قدامنا بسرعه من غير ما ناخد وقت كافي للتفكير، وبنفسرها باننا بنخلق حكايه تربط الاحداث ببعضها عشان يبقى ده حصل نتيجه لده، بينما في كتير من الحالات ممكن الاحداثين ما يكونش ليهم اي علاقه ببعض. اهو المعلق بقى وظيفته قايمه بالاساس على انه يعمل كده بس، يبقى مصنع للسرديات المغلوطه طول 90 دقيقه. ولو نقلنا الكلام بقى لعالمنا العربي ومعلقيه هتفهم قصدي اكتر. هتكتشف فجأة ان 3/4 الاساطير الكروية اللي تربينا عليها واحنا صغيرين كان مصدرها المعلقين، مش المدربين ولا اللعيبة ولا رؤساء الاندية. 300 مثال بقى، تخيل انك شفت لعيب مثلا مش حاسس انه له دور كبير في اللعب، مش ملاحظ وجوده اصلا. في احتمالين هنا، اما انه يكون ليه دور مهم فعلا بس انت مش ملاحظه، او ان انطباعك عنه يكون صح. لكن بدل ما تركز معاه شويه عشان تعرف انت صح ولا غلط، لقيت المعلق اللي بالصدفه عنده نفس الانطباع عن اللاعب، لكن لانه ما عندوش وقت يفكر ولازم يفضل يتكلم 90 دقيقه من غير ما يوقف، قال لك ده لعيب تكتيكي، ده جندي مجهول، خلق لك حكايه. انت مش حاسس بوجود فلان ده لان ادواره تكتيكيه اكبر من انك تستوعبها، بالتالي انت ظلمه. بينما الحقيقه ان الموضوع فيه كلام اكتر بكتير من كده. يعني مبدئيا مفيش لعيب ملوش دور تكتيكي، ولو في لعيب ملوش دور تكتيكي كبير مثلا في ماتش معين فمش هيفضل كده طول مسيرته. بالتالي اللي عمله المعلق هنا انه بدل ما انت كنت هتحاول تكتشف بنفسك، او هتسال حد تعرفه مثلا انت شايفه بيفهم، او حتى هتنسى الموضوع خالص وتقرر انك مش مهتم تعرف اصلا، فالمعلق هنا اضاف لك طبقه من المعرفه الزائفه كده حسستك ان انت قدرت تفسر حاجه انت مش فاهمها. وقيس على كده حاجات كتير بقى، قصه التكتيك دي لوحدها فيها مجلدات. في ماتش باريس وسيتي مثلا في بارك دي برانس انتشرت بعديه سرديتين بشكل كبير جدا بسبب المعلقين فقط لا غير. السرديه الاولى ان جوارديولا لما كان بيدافع قدام باريس في الشوط الاولاني كان بيعمل كده عشان هو تطور وغير قناعاته، بينما الحقيقه انه كان مزنوق في نص ملعبه لانه ببساطه ما كانش قادر يخرج، وحتى لما كان بيحاول يضغط من قدام ما كانش بيعرف وكان باريس بيقدروا يخرجوا بالكوره عادي. وبعدين بقى لما جوارديولا نجح انه يمسك كوره على باريس في نص ملعبهم خلال الشوط الثاني، قال لك اصل بوتشيتينو هو اللي رجع يدافع دفاع منطقه وسلموا الماتش على طبق من حلاوه، بينما الحقيقه ان جوارديولا غير تمركز قلبين الدفاع ومحورين الارتكاز، فده سمح له انه يفتح عرض الملعب بكانسيلو قدام ويدخل فودن جوه، فده اجبر بوتشيتينو انه يرجع دي ماريا عشان يدافع على كانسيلو، فبالتالي مبابي ونيمار اتعزلوا لوحدهم قدام. طب احنا عرفنا الكلام ده منين بقى؟ مفاجاه من كلام بوتشيتينو وجوارديولا بعد الماتش، اللي 99% من جمهور الكرة ما بيسمعوش ومش هيسمعوا لأنه مش بيتقال في صورة حكاية جذابة زي اللي بيحكيها المعلق أثناء المباراة. والنتيجة أننا طلعنا كلنا بعد الماتش بنسأل الأسئلة الغلط، هو ليه جوارديولا غير قناعاته؟ إزاي بوتشيتينو المتخلف ده يسلم الماتش كده ويرجع يدافع وهو كسبان السيتي وأفضل منه؟ بندور على السبب لحاجة ما حصلتش أصلا. جوارديولا قال نصا أنه حاول يضغط في البدايات ومعرفش، وأن الفريق أدى بشكل أفضل في الشوط الثاني لما حاولنا نعمل كل حاجة بالكورة. ودي نقطة تانية مهمة برضه، أنه نظريات المعلق بيبقى ليها وزن وتقل لمجرد أنها بتتقال من ورا كاميرا ومن ورا مايك وبتتقال وانت سخن والماتش شغال، بينما منطقيا هو مستحيل يقدر يفهمك اللي بيحصل فعلا، مش عشان هو ما بيفهمش كوره، لكن لان طبيعه وظيفته ما تسمحلوش يفهم اللي بيحصل وهو بيحصل. اولا هو بيتكلم وهو لسه بيفهم، ثانيا هو عينه على الكوره، هو بيتابع كوره طول الوقت زيه زينا، هو ما بيشوفش اللي بيحصل في باقي الملعب، ما بيشوفش مثلا التحركات اللي بتحصل قدام اول ما جورجينيو او كروس يستلموا الكوره، بالتالي هو حتى لما بيحاول يحلل حاجه فهو بيحللها باثر رجعي بعد ما تكون النتيجه حصلت خلاص. فلان ده مثلا تحركاته مميزه عشان قدر يستلم كوره طويله ورا الدفاع، بينما ممكن يكون السبب انه قدر يستلم الكوره ده ان زمايله اتحركوا بشكل سحب لعيب الخصم
وخلق الفراغ اللي هو استلم فيه ده، بس احنا ما شفناهمش لان عينينا زيه كانت على الكوره ساعتها. والموضوع عمره ما بيقف عند تكتيكه بس، الشوط الاول شوط اللاعبين والشوط الثاني شوط المدربين، حرفيا ما فيش اي حاجه اسمها كده غير في التعليق العربي بتاعنا. ده هو اصلا اكتر وقت تقدر تعرف فيه المدرب كان نازل عايز يعمل ايه بالظبط، هو في بدايات الماتش خالص. مثال تاني، الفريق اللي بيدافع هو اللي بيتعب اكتر من الفريق اللي بيهاجم. عارف الاسطوره دي مبنيه على ايه؟ ان موقع اليويفا الرسمي بيقدم احصائيات المسافات المقطوعه من كل فريق في كل مباراه بعد نهايتها، عكس الدوريات مثلا. وده حقيقي فعلا، الفريق اللي بيدافع غالبا ملاعبته بتقطع مسافات اكتر من الفريق اللي بيتهاجم، لكن ده مش مؤشر على التعب او الارهاق. مليون دراسه اثبتت ان اكتر شيء بيرهق اللعيبه اثناء المباراه هو ما يعرف بالهاي انتنسيتي اكشنز، الانطلاقات اللي فيها تسارع او اكسلريشن كبير في مسافه قصيره او في وقت قصير، زي اللي بيحصل لما يكون في فريق زانق فريق في ثلثه الدفاعي مثلا، واول ما تتقطع الكره تبتدي اجنحته تجري باقصى سرعه عندها عشان تلحق الكره الطويله. وفي نفس الوقت يبتدي لعيبه الفريق اللي بيهاجم ان هم يعملوا انطلاقات قصيره سريعه برضه ناحيه اللعيب اللي معاه الكره عشان يضغطوا عليه ويمنعوه انه يطلع الكره الطويله، ومدافعينهم ولاعيبي الوسط بتوعهم يجروا برضه ورا الاجنحه اللي بتجري عشان تلحق الكره الطويله. ده اللي بيقيسوا بيه نسبه الاجهاد او الارهاق المتوقعه من اي ماتش، سواء كنت بتدافع او بتهاجم. وعدد اللعيبه اللي بتعمل الكلام ده في الماتش والكثافه اللي هي بتعمل بيه الكلام ده في الماتش هو اللي بيحدد اي لعيبه اللي مجهده اكتر، اي لعيبه مش اي فريق. انما احصائيات المسافات المقطوعه دي ديستنس كفر دي اي لعيب ممكن يقطعه وبيتمشى عادي، وبتزيد بشكل كبير جدا لما يكون فريق مثلا منظم نفسه في بلوك دفاعي وكل ما الكوره تتحرك تسيركليت من اليمين للشمال والعكس، واخد خطوتين معاها كده وخطوتين معاها كده، عشان كده بتوحي لك ان الفريق اللي بيدافع ده تعب اكتر، بينما ده مش شرط ابدا. مفيش ربط بين المسافات المقطوعه وبين نسبه الاجهاد او الارهاق. والموضوع طبعا مش مرتبط باخطاء في فهم الاحصائيات او التكتيك وبس، تاخد عندك بقى الغطس وادعاء الاصابه ذكاء مش غش. الفريق ده استحق المكسب عشان ضيع فرص اكتر، والعكس بتاعها كمان، شخصية البطل ان يتمسح بيك النجيلة طول الماتش وتكسب بجول من هجمة واحدة، والاتنين غلط. الماتش الممل عديم الفرص هو ماتش تكتيكي، الدفاع خير وسيلة للهجوم والهجوم خير وسيلة للدفاع، ولما يكون في نجمين بيلعبوا الفرقتين مختلفتين ويلعبوا بعض، فاللي بيسجل هدف يبقى احسن من التاني، يبقى حط عليه، يقولك فلان كسب او يقدر يكسب يعني بطولة لوحده او ماتش لوحده، والمدرب الفلاني مضطهد اللعيب العلاني عشان السبب الترتاني. الواقعية هي الدفاع، واللعيب اللي بيزعق عنده شخصية قيادية، واللعيب اللي بيعمل تدخلات أو تاكلز كتير مدافع كبير. وفي الحقيقة بقى ده عكس اللي قاله مالديني بالظبط، العكس، لو اضطريت ان انا اعمل تاكل يبقى انا غلطت. حتى في كتاب ذا سيكريت فوتبولر ديف كيتسون اللي هو المفروض الكلام على لسانه يعني، بيقول انه كواحد يعني لعب سنين طويله في البريمير ليج كان اكتر حاجه بتنرفزه هي اللعيبه اللي بتتعمد انها تعمل تاكل شكله حلو، بينما هي لو اتحركت بدري شويه كان ممكن تقطع كرة وتسلمها ونبني هجمه، لكنهم بيعملوا كده عشان يثيروا حماس الجماهير ويحسوهم ان اللعبه كانت خطره، بينما الافيد للفريق انك ما تحتاجش تعمل كده اصلا. وفجاه تكتشف ان 90% مما يتم مناقشته على السوشيال ميديا بعد اي مباراه جاي من المعلق، وبدل ما الناس تساله ايه دليلك على اللي انت بتقوله ده، بيحصل العكس، بيبقى كلامه قانون، ولو انت شايف حاجه تانية تبقى انت اللي مطالب تثبتها. والموضوع احيانا بيوصل لامور اصعب وابشع من كده كمان. في دراسه اتعملت سنه 2013 في دوريه سبورتس ميديا، اكتشفنا ان معلق المباراه، اي مباراه في اي رياضه، بيقدر ياثر على مدى تقبل المشاهد للعنف والخشونه والعدوانيه، بيقدر يبررها ويغلفها بالفاظ تديها قيمه معنويه ايجابيه. في الدراسه دي قيل نصا انه لو كان دور المعلق هو خلق حكايه تحول احداث المباراه دي لنوع من الدراما، فهو كمان هيكون مسؤول عن خلق متطلبات الدراما دي، الابطال والاشرار والاحداث، وتبرير اللي بيحصل في سياق مناسب للقصه اللي هو التزم بيها في اول دقائق. وانت طبعا بتشوف ده يوميا على السوشيال ميديا، لدرجه اننا وصلنا لمراحل منحطه جدا من تشجيع التصرفات الوضيعه. طب سيبك من العنف، من سنه بالظبط في مؤسسه دنماركيه مختصه بالابحاث في مجال الرياضه اسمها ران ريبيت، عملت بحث عن مدى انتشار العنصريه في التعليق الاوروبي. اختاروا 2000 عباره اتقالت اثناء التعليق على 80 مباراه في السيريا، في الليج 1، في البريمير ليج وفي الليجا، واكتشفوا التالي من ضمن حاجات كتير جدا كلها مرعبه. المعلق بيمدح قوه اللاعب وسرعته 6 مرات اكتر لو كان لون بشرته باكن، و63% من الانتقادات الموجهه للذكاء او الجوده بتبقى رايحه برضه للعيبه اللي لون بشرتها داكن، والعكس عند اللعيبه اصحاب البشره الفاتحه.
والمعلق هنا بيقوم بدور أي مواطن عشوائي شعبوي في أنه يأكد القوالب الموروثة عن أن اللعيبة السود هم مجرد مكن جري ومجهود بس ما عندهمش عقل، والعكس عند اللعيبة البيض. والبحث ده كان صادم جدا ومزعج جدا لدرجة أنه أجبر الاتحاد الإنجليزي أنه يتكلم ويتحرك ويصرح، لأنه الإشارات اللي زي دي بتثبت في وعي اللي بيتفرج من غير ما يحس بيها، زي بالظبط اللعيب التكتيكي وشوط المدربين وكل الكلام ده، وبتأثر فعلا يعني ما تستهونش بيها ابدا. عشان كده مثلا المدربين ومحللي الاداء دايما بيتفرجوا على المباريات بدون تعليق عشان ما يتأثروش باللي بيقوله المعلق ونقده اللاعب او مدحه اللاعب. طب ليه المعلق بيعمل كده؟ مش لانه شخص سيء في العموم، لكن لانه ببساطه مشجع زيه زيك، ممكن يكون عارف اكتر شويه منك او اقل شويه منك، لكن وظيفته ما تسمحلوش ان هو يفهمك اللي بيحصل في الماتش. هو غير مؤهل ان كلامه يتعامل بالجدية دي ويكتسب قوة القانون. وهنا بقى هتسألني سؤال منطقي، طب ما هو لو مفيش معلقين خالص، ما نفس الافكار دي برضو كان هينتجها المشجعين، لان هما برضو بيتفرجوا وعايزين يفهموا اللي بيحصل، وهيخلقوا سرديات وحكايات تفسر لهم اللي بيشوفوه قدامهم، وده صحيح 100%. لكن ساعتها كانت هتبقى اراء قالها المشجعين لبعضهم، قابليتها للنقد وحتى الرفض من الاساس هتبقى اعلى بكتير من كلام قاله حد من ورا مايك وكاميرا وفي احساس عام ان هو فاهم هو بيعمل ايه. طب يعني نلغي وظيفة التعليق خالص؟ لا طبعا، لكن في انواع من التعليق. في تقرير طويل مثلا على موقع جول استضافوا فيه معلقين كتير بيحكوا عن تجربتهم، ديريك راي اللي بيعلق على مباريات الشامبيونز ليج المذاعة في امريكا بيقول انه قبل كل ماتش بيحضر مجموعة من المعلومات عن كل لعيب بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي ده. انجازاته، لعب فين قبل كده، سجل كام هدف، اي شيء لافت للنظر في مسيرته. بيضيف عليها معلومات خفيفه احيانا زي التاتوهات اللي على جسمه، قصه اتنشرت في صحيفه ما عن خناقه بينه وبين المدرب او بينه وبين حد من اللعيبه، حاجات بتخلي المشاهد يتعرف اكتر على اللعيب، وحاجات بتكسر ملل المباراه لو كانت ممله، حاجات مش مضره في الاغلب العام يعني، وبتخلي تجربه المشاهده لطيفه برضه. لكن الحقيقه في التعليق العربي بتاعنا بتحس الموضوع سباق، مين يحزق اكتر، مين صوته اعلى، مين هيعرف يستعرض معلوماته في الطب والادب والتاريخ والشعر. حتى اللقطات الخالده مثلا اللي بيبقى فيها هدف معين ارتبط في دماغك في ذاكرتك بصوت معلق معين، عشان المعلق ده يضمن انه هيطلع بلقطة من الماتش زي دول تفضل الناس فاكرة بيها، بيقعد يبالغ في كل لقطة اثناء الماتش ويقعد يألف لها قصص وعبارات. ما هو مش عارف بقى انهي واحدة فيهم اللي هتيجي جول، فهو احتياطي بيأفور في كله، واحصائيات طول الوقت شغالة عن انه اللعيب ده هو اول لعيب اشول يسجل من بره منطقة ضد دينامو زغرب في دور ال 16 من الشامبيونز في ملعب انجليزي. معلومات ملاش اي معنى ولا اي فايدة حقيقية، بس كل الهدف منها ان احنا نحط افعل للتفضيل في اول الاحصائية، اول واحد يعمل كده. لو مانشستر يونايتد مثلا كسب بيرلي 2-0 هروح انا ادور على اخر مرة مانشستر يونايتد كسب فيها بيرلي 2-0 واقول لك دي اول مرة مانشستر يونايتد يكسب فيها بيرلي 2-0 من 34 شهر. تخيل يا اخي، احسسك طول الوقت انك بتتفرج على شيء استثنائي ونادر ومش هيتكرر ابدا، وانت يعني احمد ربنا انك محظوظ عشان حضرته. الرغبه الشديده في تسويق نفسه وتسويق الماتش كمان طول الوقت بتخليه يعمل حاجات تخلي الماتش لا يطاق فعلا، وللاسف مفيش اي محاولات لتطوير الكلام ده. يعني بدل ما نعمل زي ما الانجليز بيعملوا احيانا مثلا ويبقى في معلق ومعاه محلل ويتبادلوا الكلام اثناء الماتش من كذا زاويه عشان كل واحد فيهم يبقى عنده وقت يسكت فيه شويه ويتفرج ويحاول يفهم اللي بيحصل فعلا، ويبقى في بعد تحليلي شويه للكلام يفهم الناس اللي بتتفرج اللي بيحصل بابسط صوره، لا احنا بنعمل العكس. وكفاءه المعلق بتتحدد بقدرته على الفتي في كل حاجه لمده 90 دقيقه بدون توقف، وانه عمره ابدا ما يقول معرفش. الفيصل الوحيد للاسف بيبقى هو مين حكايته احلى ومين خياله اوسع. اشوفك الحلقه الجايه، سلام عليكم وتعيش فلسطين.